التحية متجددة متابعينا الأفاضل، هكذا تتواصل الانطلاقات في هذا المساء الأروع، في هذا المساء المتميز مع هذه الفئة العمرية سن الفطامين، الجيل الواعد في هذه الرياضة العربية الأصيلة. يسير في هذه اللحظات شوطنا السادس والخاص بالجعدان الفطامين، نسير الى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الاول اللي يأتي على الصدارة، الفيل خميس بن راشد بن عبلان الاكتبي اللي يحتل المقدمة والمركز الاول، بينما انتقل مباشرة الى المركز الثاني شاهين عايض بن حسن بن هادي الاحبابي، بينما اتابع المركز الثالث الله سراب عبد الله بن برمان بن محمد الشامسي، والمركز الرابع رابع المراكز. وتابع هناك من خلال هذه اللحظة الجميلة شاهين عبد الله بن سلطان بن سعيد الاغفالي هنا القادم من السلطنة، مرحبا بكل القادمين بكل المشاركين في هذا المساء، ولكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة وإلى وبران، وبران الله يا وبران، وبران على الصدارة الأولى. عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشادي هو اللي يغير موازين الشوط بأداء وبران وسلالة وبران هي الحاضرة على الصدارة. المركز الثاني يتابع هنا سراب عبد الله بن برمان بن محمد الشامسي، ولكن الله يا سلام يا سلام يا سلام، ها هو وبران، وبران وبران يعانق الفوز، يعانق الانتصار، يدون نقطة متميزة في هذا المساء الأروع والجميل. تهانينا تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن خلفان الرشادي على فوز وبران وانتزاعه لناموس هذا الشوط. المركز الثاني اللي احتل متابعينا الأفاضل شاهين عايض بن حسن بن هادي الأحبابي، والمركز الثالث المركز الثالث اللي احتله اللي هو سراب عبد الله بن برمان بن محمد الشامسي. هكذا نتيجتنا، هكذا التوقيت الزمني، عطره يا ابو حسن دقيقتين وخمس ثواني هو التوقيت الذي تدون تحت اقدام وبران عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.